انظر إلى يديك، ما الذي تراه؟ إذا كان جوابك مجرد يدين، فاسأل أخصائي علم المنعكسات، سيخبرك أنه بالاعتماد على الأبحاث فإن يديك فيهما العديد من النقاط الفعالة التي تمنحك قوة لجسمك ودماغك. لنتعرف على ما يمكن فعله بأصابعك لتحصل على جسم أفضل. الإبهام. الإبهام مسؤول عن القلق والصداع، فإذا كنت تعاني من صداع وتوتر فاقبض على إبهامك بنعومة لمدة 5 دقائق، وحينها سيزول الألم. السبابة. هذا الإصبع يتحكم بألم العضلات والشعور بخيبة الأمل والخوف والخجل. كما بيّنت الدراسات في جامعة مينيسوتا، فإن المرضى الذين يعانون من ألم الظهر وألم في العضلات يتحسن شعورهم بعد دورة من العلاج بالمنعكسات. اقبض على سبابتك بيدك الأخرى لمدة 5 دقائق في حال شعرت بألم في العضلات، وستشعر بالراحة وزوال الألم. الإصبع الأوسط. الضغط على إصبعك الأوسط يساعدك إذا كنت تشعر بالانزعاج والغضب أو التعب أكثر من المعتاد. بيّنت الدراسات أن تمارينا كهذه تقلل ضغط دمك وتريحك. البنصر. سيزول حزنك والمشاعر السلبية إذا قبضت بنعومة على بنصرك لمدة 5 دقائق، ولا تنسى أن تبقى هادئا وتراقب تنفسك. الخنصر. الخنصر مسؤول عن احترام الذات والضغط النفسي والعصبية. إذا كنت عرضة لازدراء نفسك عليك أن تفكر حقا بتمسيده لمدة 5 دقائق، وحاول أن تفكر بشيء جيد بينما تقوم بذلك. راحة اليد. اضغط بأصابع إحدى يديك على وسط راحة يدك الأخرى، قم بتمسيدها بحركة دائرية وخذ شهيقا وزفيرا عميقا 3 مرات. يقول علماء المنعكسات أن راحة اليد هي مركز المشاعر والعواطف، وأظهرت الأبحاث أن التمسيد المنتظم لراحة يدك يساعدك في منع حدوث الغثيان والضغط النفسي والإسهال والإمساك. ضغط راحتي اليدين على بعضهما البعض. هذه الوضعية كثيرا ما تستخدم في التأمل، فهي تساعدك في التركيز وتنظيم أفكارك. بضغط راحتي يديك مع بعضهما البعض بإمكانك تحسين دورتك الدموية. وضعية سوريا مودرا. تساعدك هذه الوضعية في تحسين عمل جهازك الهضمي وعملية التمثيل الغذائي، وتستخدم هذه التقنية أيضا لعلاج انخفاض حرارة الدم ونقص الشهية. قم بعمل هذه التمارين وأخبرنا بنتائجك.